السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني وأهلا وسهلا بكم، ورمضان كريم وكل عام وأنتم ألف خير وصيام مقبول إن شاء الله. وياكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات، وفيديو جديد حول تقوية الأصابع. كيف تقوي أصابعك بآلة العود عندما تبدأ التعلم، وكيف تقوي الريشة أيضا. الحقيقة اليوم احنا نبدي بهذا الفيديو كيفية تقوية الأصابع. الفيديو القادم إن شاء الله راح أعطيكم طريقة تقوية الريشة، وهذه مهمة جدا واللي يعاني منها الكثير. تقوية الأصابع، أول ما تبدأ أنت بآلة العود وتبدي بقضية الأصابع، هذه الأصابع هي موجودة أمامك. طيب أي طريقة عندك لتقوية الأصابع؟ عندك عدة طرق. الطريقة الأولى اللي هي بصعود السلم، اللي هي صعود ونزول وتبدأ. هاي واحد. ثم طريقة الكروباتيك اللي هي راح تساعدك. ممكن تنهي أو ممكن تسوي نهاية بدو، نهاية بدو. الطريقة الأخرى أو حجاز ممكن تسوي، تقدر تسوي الطريقة الثالثة. عندك بعدك طريقة أخرى، الطريقة الأخرى اللي هي كلها تكون تحت إشراف الأستاذ. وأنا الحقيقة أنتظركم بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا بسعر بسيط، وفي الشهر بحيث تأخذ كورس أما تبدأ العود من الصفر أو تكملة المقامات، وبالتالي الذهاب نحو العزف، أو إذا كنت غناء فالغناء أيضا إلى الكورس المخصص به. وأيضا ممكن تبدأ عن طريق الدخول للمقامات، ومن خلال أنه كل مقام تأخذ عليه تمرين حتى تقدر تفرق بين مقام ومقام، وأيضا مثال
حتى تبدي تعزف الأغاني من خلال الدورات الموسيقية. أتمنى أنه استفاديت وتحياتي لكم، ورقم الواتساب موجود أسفل الفيديو، وكل عام وأنتم بألف خير، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.